هنروح لتقرير كابتن فوكس ونشوف ايه الجديد. طبعا هو مدير جيم الرجال في النادي الاهلي، وايه التمرينات الجديده اللي هو محضرها. كان نروح فاصل ونرجع عشان نبدا اولى فقراتنا الحواريه. خليكم معانا. صباح الخير يا كريم، صباح الخير نهوان، صباح الخير جميع النادي الاهلي العظام، صباح الخير واحلى صباح يا رب لجميع اعضاء النادي الاهلي بكل فروعه. وان شاء الله باذن الله انا مبسوط جدا ان انا ابقى معاكم دايما كده مع كريم ونهوان، ان انا دايما ببقى او بدعي ربنا اكون اشاره امل لكل الناس اللي بتتفرج عليا، واساعد ان انا اساهم في صحه الناس ان انا تبقى دايما للاحسن، ودايما يا رب كده يمتعنا بالصحه والسلامه. النهارده جايين نتكلم في موضوع مهم جدا برضو، ان انا بنسبه العام الدراسي الجديد ممكن الاب او ام مش هيبقى فاضي او ما عندوش وقت زي طبعا فصل الصيف ان هو ينزل يروح الجيم او الكلام ده. فبالتالي احنا قلنا نبدا نعمل تمارين في البيت لو عندي دمبل صغير او حتى عندي ازازتين ميه، ان انا ابدا حتى احافظ على الفورمال بتاعتي ان انا ما يبداش تنزل او الدنيا تبوظ معايا او الكلام ده. بالعكس انا ببدا احافظ على اللي انا وصلت له على قدر الامكان حتى لحد ما انزل ابدا انزل الجيم بتاعي. تعالوا نشوف ايه التمارين المهمه جدا اللي ما ينفعش لا غنى عنها، اللي لازم اعملها في البيت، لان هي بتساعد على ثبات الكثافه العضلات بتاعتي، دي اول حاجه. تاني حاجه بتعمل على زياده معدل هرمون التستوستيرون، فبما ان طبعا هرمون التستوستيرون لو زاد عندي بالتالي ده بيحافظ على ان انا بعمل انكريز او زياده لكثافه العضلات، وبالتالي ان انا اثبت على الوزن اللي انا وصلت له او الفورم اللي انا وصلت لها على الاقل على الاقل ان انا ما انزلش عنها. تعالوا نشوف ايه العضلات دي. بص، اول تمرين هيبقى طبعا من تحت لفوق العضلات. اول تمرين تمرين سكوات، ببدا طبعا اول حاجه ان انا بقف رجليا وسعها بمستوى كتفي ولا اوسع ولا اضيق، وبستخدم الويت انه كتقل مقاومه. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. أهم حاجة وأنا نازل ركبتي ما تسبقش القدم بتاعتي. طب ازاي يا كابتن ان انا الجلوتس او الهانش بتاعتي ترجع لورا اكبر قدر عشان خاطر تبقى ركبتي نفس مستوى رجلي؟ اوكي، عملنا السكوات. ايه تاني تمرين وانا واقف؟ تمرين الشولدر بريس. تمرين الشولدر بريس من التمارين المهم جدا اللي بتعمل على زياده هرمون التستوستيرون في الجسم. نبدا برضو الوقفه تحت صح تكون، لان يا جماعه اي حد بيلعب وهو واقف لازم في عوامل مهمه جدا ان انا امن وسلامه لجسمي. اول حاجه يكون القدمين بمستوى كتفي، ركبتي متنيه شويه، سنه مش مفروده، ما تعملش بلوك، لا، بطني مشدوده، ظهري مفرود، بص قدامي وابدا اشتغل. جو. واحد، اثنين، ثلاثه، اربعه، نفس طبعا شغال، خمسه، سته، سبعه، ثمانيه، تسعه، عشر. التمرين ده ممكن يعمله ثلاث مجموعات في 20 عد. طيب التمرين الثالث اللي معانا تمرين الارم كيرل اللي هو بتاع البايسبس بالبار او بالدمبل، برضه رجليها متنيه شويه، رجليها بمستوى كتفي. واحد، اثنين، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته، سبعه، ثمانيه، تسعه، عشر. طيب التمرين اللي بعده برضه رجليها بمستوى كتفي، تانيه شويه، وظهري مفرود وصدري مفتوح قدامي. ده تمرين الديد ليفت، بيشتغل على عضله القطنيه وبيفرد الظهر. الناس اللي عندها مشاكل ان الحته دي بتوجعهم منطقه القطنيه، التمرين ده مهم جدا ان بيشغل منطقه القطنيه والهامسترنج اللي هي العضله الخلفيه للرجل. ثلاثه، اربعه، لازم جسمي وانا طالع مشدود. سته، سبعه، ثمانيه، تسعه، عشر. طيب التمرين الاخير اللي معانا تمرين الشيست بريس اللي هو عضله الصدر، رجلي تبقى متنيه، رجلي برده مفتوحه بمستوى كتفي، وابدا اشتغل. واحد، اتنين، كوعي يلمس الارض ويطلع على طول. تلاته، والدمبل بيبقى فوق صدري مش فوق وشي. خمسه، سته، سبعه، تمانيه، تسعه، عشر. وبكده احنا النهارده خلصنا معظم التمارين بتاعتنا او اهم التمارين اللي بتعمل على شد الجسم وبتعلي معدل هرمون التستوستيرون في الجسم، فبالتالي بحافظ على كثافه العضلات بتاعتي. وبكده يبقى احنا وصلنا للنتيجه المطلوبه في فتره المدارس اللي انا كاب او ام مش قادر انزل اروح الجيم زي فصل الصيف.
يا رب يكون الحلقه عجبتكم، وان شاء الله مستنيين ارائكم في حلقات تانيه جديده جايه، وان شاء الله الحلقه الجايه جديده هتبقى معاكم مع كابتن فوكس النادي الاهلي. مع الف سلامه.